السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ عم لاحظ بالقناه لسه في ناس لحد اليوم عم تسالني عن التشريق. يعني نحن نزلنا يا شباب والله دروس عن التشريق وطريقه المقامات وهالقصص والتقاسيم، بس رح نرجع اليوم شوي نركز على الموضوع للناس اللي ما فهمت او ما عرفت كيف التقاسيم او كيف نتمرن عليهم. ما بعرف اذا في ناس ما عم تشوف قوائم التشغيل بالقناه، صراحه انا موزعهم يعني الفيديوهات مقسمهم، بس لسه في ناس عم تقول التشريق التشريق التشريق. هو عباره يعني مثلا هي ما قاعده انه بدك مثلا بيات الري لازم تشرق المي وبيات المي تشرق الفا وبيات الفا تشرق الصول وهيك، يعني لا هي عباره هيك. يعني هلا انا شو مشرق هيك؟ مشرق المي ولا مي ولا مش شو اعزف؟ مثلا مش اعزف بيات الصول، بيات الصول هو هيك واعزف كمان صبا من الصول، اعزف مثلا حجاز الصول، اعزف كرد الصول، اعزف عليها سيق الهزام، مثلا يعني على الحجاز والكورد الحجاز والكورد ما بدهم التشريق، لكن عادي ما بتأثر لأنه ما بيلامسوا مفاتيح التشريق هذول المقامين. يعني لا بالكورد تمسك يعني تعزف على هذول المفتاحين ولا بالحجاز، فبخليهم مشرقين مشان التنقل بالمقامات. خلينا نبلش بالمقامات من الصول، أو يمكن أنا عامل درس عن الصول. خلينا ناخذ اليوم السيق الهزام بالتقاسيم للمبتدئين، كمان عامل عليه درس بس راح ارجع اعيده. المقام السيق الهزام بدك تقسم عليه، مثلا انا بيهمني التقسيم اكثر من عزف الاغاني. عزف الاغاني جيب واحد من الشارع وعلمه الواحد اثنين ثلاثة اربعة بيعزفها عادي ما في مشكلة عنده، عرفتوا؟ يعني جيب اي واحد قال له هاي الكلمة، عفوا مثلا يعني هاي بيجي واحد اي واحد بيحفظها وبيعزفها، بس هو ما فاهم شيء ولا عرفان شيء. نبداكم تفهموا المقامات قبل ما تعزفوا الاغاني، الاغاني اعزفوها ما في مشكلة يعني تحفظوها مش غلط يعني، بس يهمني انت تكون حافظ المقام لتعرف انت بدك تجمل في طلعة في مثلا شغلة هون اللي هي منها بيات، يا اخي منها بيات بس هاي تابعة للعرضية مثلا بالاغاني بتجي. فانت مشان ما تفكر هاي جزئية من المقام لازم تكون عارفان المقام اللي عم تعزف عليه. يعني بيات انت صرت تعرف انه هاي عرضية من البيات، هاي عرضية بالبيات، هاي عرضية بالبيات مثلا بالصول. فانت لما تفهم المقام تعرف انت شو عم تعزف، تعرف انت وين. اذا طلعت هون هي عرضيه، اذا طلعت هون هي مثلا كذا انتقلت للمقام الثاني، اذا جيت لهون صرت كورد. فهمت علي؟ يعني لازم تكون حافظ انت المقام قبل الاغنيه. اذا ما انك حافظ المقام ما استفدت شيء من عزف الاغنيه، يعني ولا كانك عملت شيء. عملت اغنيه حلوه يمكن او شيء بس ما انك فاهم شيء، يعني ما حافظ بصم يعني. مقام السيجا مثلا مش هتكون واضحة عليكم، شو عملت هلا؟ طلعت من السيجا للبيات، يعني انا عملت هيك استقريت على الصول مشان انطلق للمقام اللي بدي اياه.
من الصول انا حر اخذ اي مقام بدي اياه مهما كان، ما في شيء اسمه يعني انه نشاز يقول لك واحد نشازت، لا، طالما انت من الصول استقريت على الصول واخذت اي مقام من درجة الصول مهما كان. طبعا هذا حسب انت شو عم تحس لما عم تقسم، يعني شو الشيء اللي بدك توصله. عرفتوا؟ يعني انا كمان على الصول فيني اخذ يعني الاصبع الاسود غلط، لكن لا تلتزموا فيها، اوعى حدا يكبس بس انا تعويت خلاص. مثلا انا بعدني على الصول فيني اخذ الحجاز، انا على الصول فيني اخذ الصبا، فهمت علي يا شباب؟ يعني انت حر بس باصول، يعني احنا كنا على السجمية مثلا، عشان الكاميرا احيانا بتخربط لانه عم طلع التليفون ما بطلع على الجهاز. شو عندنا كمان بدنا نحكي؟ خلينا بدرس الصول. يعني بتنتقل لأي مقام بدك اياه وبالنسبة للتقسيمة بس أول 3 مفاتيح فيك تقسم فيهم على فكرة، يعني أنت على الصول مشان تتعلم تقاسيم أول 3، ماشي؟ 1 2 3. ترجع 3 مفاتيح. هون تاخد ايدك شوي على المقام. فيك تاخد مساحة أكبر يعني. ننتقل للحجاز مثلا، انا رجعت بياض، ناخذ الكورد مثلا، هاي عرضية. هاي كمان عرضية فيك تاخذها.
رجعت للبيت، بدي ارجع للسيجا. أنا بدرس البيت شقلت لكم 3 كبسة بالمقام، مع أنها قاعدة هي بس كمقامات، يعني 3 درجات بتعد صول، هاي الثالثة 1 2 3، بس البيات صول هون بترشفوا ترجيف باتجاه اليمين لهون، يعني ترقيص للبيتش باند. والمفتاح هذا دائما يعني أغلب الأوقات يعني بالمقامات هو يجي تقريبا قبل الاخير ب3 مفاتيح، حسب انت راح تجرب يعني كل مفتاح جرب. هون راح نسحبه للاخير، بس انت جرب ان شال زوان يطلع بالبيتش باند، هذا عمله درس كمان فيك تشوفه. يعني هون مثلا هون بتلاقي احنا شي بيات الصول، هون انا بفضل دائما سحبته للاخير، يعني هيك. ماشي. هلا باللي بيسألني تشريق، اعمل درس عن تشريق، انا ماني عارفان صراحة شو المطلوب يعني درس التشريق. انا ما في شيء اسمه تشريق، درس التشريق اللي هو كل المقام. انا بقول لكم انه هون بتشرق المي، بتشرق اللا عشان تاخذ المقامات من الصول، ماشي؟ بالبيات الري بتشرق المي والسي، هو شغلات لازم نحفظهم، هذول بديهيات، هذا اذا ما حفظت هاي مثل اسمك مصيبه يعني، عرفتوا؟ يعني هاي الامور. واحفظوا انه الكورد والعجم والنهاوند والحجاز ما فيهم تشريق، ماشي. والصبا زمزم ما فيه تشريق، لأن الصبا زمزم بيجي هيك، إذا عملنا كانسل للتشريق. ماشي. ما أسد ولا دائما التشريق نحن نستخدمه للبيات، للصبا، للرست، والسيجا، غير هيك ما في تشريق يعني. شو بدكم اكتبوا لي بالتعليقات، بس اكتبوا لي بالتفصيل، يعني مو واحد يقول لي علمني التشريق، مصيبة هي علمني التشريق، ما في تعلم التشريق. بعلمك التشريق بس لكل مقام بدي اعطيك تشريقه، بدنا درس طوله 2 ساعة أو 3، وبدنا نعطي التفاصيل كلياتها، يعني لأنه المقام نفسه من كل درجة بدك تعطي تشريقها، يعني بيات الري وبيات المي وبيات الفا وبيات الصول، مشكلة يعني، عرفتوا؟ فإن شاء الله كل شيء أنا بحط لكم إياه، ما في مشكلة. بالنسبة لدروس هاي أنا بحبها، يعني دروس الشرح. هالدرس كان ممل بعرف، فبالتعليقات أعطوني آراءكم، شو بدكم بالتفصيل يا شباب. ما حد يطلب أغاني، أغاني أنا بسجلهم على ورقة، ما شاء الله عندي أغاني بضل على الطلبات أنفذ فيها شي 10 سنين، فما في مشكلة بالنسبة للأغاني. أعطوني شيء تستفيدوا منه بالسماعي، ماشي؟ سماعي، أنا بيهمني السماعي، تستفيدوا السماعي. الأغاني لحين عليها، في عند غيري كتير ناس منزل أغاني. شوفوا شو بدكم، ناظر تعليقاتكم. شكرا لكم.